نبي الله عيسى عليه السلام يقول مريت على واحد في الصحراء شفت مقعد أعمى جسم قرحة واحدة لكن شفافة تتحرك دنوت إليه وإذا به يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قلت له شنو اللي عافاك عما ابتلى به غيرك؟ أنت شنو عندك جسمك الآن عدل أو صاحي؟ قل لي ويحك أعطاني من المعرفة به، أعطاني من المعرفة به ومن حبه بقلبي ما أنساني جميع ذلك. هذا اللي تصوره كل ما أشعر به أنا. أنا مغمور بحب الله برعاية الله، أعطاني من الإيمان بما يعوض. قلت له والله أنا أهنئك على هذا، بارك الله بك. هل في قلبك حاجة؟ قال لي لا والله ما عندي، لكن شيء واحد عندي. قلت له ما هو؟ قال لي عندي ولد يتعاهدني بالطعام وبالشراب إلى يومين، وهاليوم الثالث ما إجاني. أنا أحب أشوفه، أنا ما يهمني يجيب لي أو ما يجيب لي، لكن أحب أن أشوف هذا عدل ميت. يقول إجيت وجدت الوحوش قد أنحت على الولد فأكلت. ما حبيت أجي إلى هذا أفاجئه. إجا يما نبي الله صار يسليه، يبعث في نفسه شيء من التسلية، أنه يقول له هذا قدر له كذا وكذا. قال لي أنت لا تطيل علي، اخبرني صاير عليك. قلت له بلى بلى احتسبه عند الله. يقول رفع عينه قال الحمد لله الذي لم يبق في قلبي شيئا من حب الدنيا، أنا شان ما عندي أمل يشدني إلى الدنيا إلا هالولد، وهالولد هذا راح. فإذا راح أنا بعد أتوجه. يقول شهق شهق ومات، فارقت روحه الدنيا. طبيعي هذا الموقف.